من منكم لا يزال يتذكر المسلسل الكوميدي مستر بين؟ عرض المسلسل البريطاني لأول مرة من سنة 1990، وهو يتكون من 15 حلقة مليئة بالكوميديا والضحك. تعالوا معنا لنشاهد كيف أصبح أبطال المسلسل مستر بين بعد 32 سنة من عرضه. ولكن لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. الممثلة الإنجليزية ماتيلدا زيغلر هي من مواليد سنة 1964. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 1987. الممثل الإنجليزي روجر سلومان هو من مواليد سنة 1946. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1970. الممثل البريطاني رودولف والكر هو من مواليد سنة 1939. بدأ رحلته مع الفن منذ سنة 1962. الممثل الإنجليزي باول باون هو من مواليد سنة 1957. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1984، وظهر في أول حلقة لمسلسل مستر بين. الممثل الإنجليزي ريتشارد بيريس هو من مواليد سنة 1934. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1955. توفي الفنان ريتشارد سنة 2013. الممثل المسرحي البريطاني روبرت فانسي ستارت هو من مواليد سنة 1958. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1985. المؤلف والمنتج والممثل الإنجليزي روان أتكنسون هو من مواليد سنة 1955. بدأ مسيرته الفنية سنة 1979. الممثل الإنجليزي ماثيو أشفورد هو من مواليد سنة 1974. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1989. الممثل الإنجليزي جون غولوفر هو من مواليد سنة 1952. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1974. الممثل الإنجليزي ماسترز جرانت هو من مواليد سنة 1965. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1985. الكاتبة والممثلة الإنجليزية ماكينا سوزي هي من مواليد سنة 1953. بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 1970. لاعب الجيدو والممثل الكوميدي الإنجليزي ديفيد شنايدر هو من مواليد سنة 1963. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1990. الساحر المحترف آلان شاكسون هو من مواليد سنة 1933. كان يعتبر آلان شاكسون من أهم السحرة في إنجلترا. توفي آلان سنة 2012. الممثلة الإنجليزية سوزان بريتيش هي من مواليد سنة 1951. بدأت مسيرتها الفنية في سنة 1977. الممثلة البريطانية إليزابيث بينيت هي من مواليد سنة 1944. بدأت مشوارها مع الفن منذ سنة 1968. الممثل الإنجليزي ديفيد روجر
هو من مواليد سنة 1935. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1965. توفي الفنان روجر سنة 2005. الممثل الكوميدي الإنجليزي ستيفن فروست هو من مواليد سنة 1955. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1980. المخرج والممثل الإنجليزي ريتشارد ويلسون هو من مواليد سنة 1936. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1960. المغني والممثل المسرحي الإيرلندي داني لارو هو من مواليد سنة 1927. توفي داني لارو سنة 2009. الممثل الإنجليزي نيك هانكوك هو من مواليد سنة 1962. بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1989. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.